الإنسان بإمكانه أن يرتقي ليكون مع الصديقين والربانيين بخلوص التوحيد وخلوص الولاء وخلوص العمل وصالح العمل، وإن هو أبى ينحدر. وشر أنواع الانحدار وأخطر أنواع الانحدار موالاة أعداء الله والوقوع في النفاق. ولكنه ومهما انحدر فإنه يستطيع أن يستدرك ويعاود الارتقاء والاتقاء من خلال توبة صادقة صالحة خالصة لله مقرونة بالعمل الصالح، ليرتقي إلى مقام الشاكرين المتحققين بالإيمان. يوضح كل ذلك آيات من كتاب الله في سورة النساء عندما يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهذا الذي تحقق بالإيمان وأخلص ولاءه لله كان مع المؤمنين وكان مع الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا الذي لم يخلص ولاءه لله فانحدر حتى كان إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك يفتح الله أبواب التوبة للارتقاء والاتقاء إلا الذين تابوا. ولأنه عندما يكون في لحظة نفاق أو بعد عن الله كان يفسد في نفسه ويفسد في الأرض، قال من شروط هذه التوبة وأصلحوا. ولأنه عندما يكون في حالة نفاق أو بعد عن الله فإنه يستمد قوة من قوة أرضية ويفرق جماعة المسلمين، قال واعتصموا بالله. ولأنه عندما يكون في حالة نفاق فإذا هو ما تاب من ذلك فلا بد أن يخلص لله، لأنه عندما كان في حالة النفاق تلك أو حالة البعد عن الله كان يعمل لذاته، كان يعمل لمصالح دنيوية، كان يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، كان يتلون يمينا وشمالا. فجعل من شروط هذه التوبة وأخلصوا لله. عندما تتحقق هذه التوبة العظيمة يرتقي هذا الإنسان إلى مقام الشاكرين المؤمنين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سخر الله الكون لنا ليعرفنا به فنؤمن وليكرمنا بذلك فنشكر، فيكون من أول درجات الشكر إقرار قلبي وخضوع قلبي لله. إن كل النعم من الله وما بكم من نعمة فمن الله. ثم ليكون بعد ذلك ارتقاء آخر فتحدث بذلك وتثني على الله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم ليكون بعد ذلك قيام بحق هذه النعم شكرا لله تعالى، عملا وتحققا وأداء لحقوق هذه النعم: اعملوا آل داود شكرا.
لابد أن ترتبط بحقائق الإيمان، حلاوة الإيمان، ليرتقي هذا الإنسان بهذا الإيمان فيحوله إلى عمل وإلى سلوك شكرا لله سبحانه. من أعظم ما ينبغي أن نشكر الله عليه نعمة الأمن. كيف نشكر نعمة الأمن؟ إذا لم يكن عدل هل نشكر نعمة الأمن؟ إذا لم يكن رفع للظلم هل نشكر نعمة الأمن؟ كيف يقترن الشكر بالعمل؟ إذا لم يكن أداء للحقوق ورفع للظلمات والظلامات هل يكون شكرا لنعمة الأمن؟ إذا لم يكن إخلاص وولاء لله هل يكون شكر لنعمة الأمن؟ وكذلك من أعظم النعم التي ينبغي أن نشكر الله عليها فنقوم بحقها على الوجه الذي يرضي ربنا، المال. هنا تتجلى عبودية الإنسان لربه في الصراع مع المال. هل يأخذ هذا المال من حقه فيضعه في حقه؟ هل يوجه هذا المال توجيها صحيحا؟ هل يجعله للخير ممحضا ولنصرة الحق؟ هل يجعله في المقابل للشبهات والشهوات ومعصية الله؟ هل يضيع الحقوق في ذلك؟ هنا تتجلى حقيقة الصراع في هذه الحياة. أأنت أنحن عباد لله في قضايا المال؟ أنحن تحققنا بالشكر في قضية المال؟ من أعظم أنواع الامتحانات، ثم من أعظم أنواع الارتقاء والاتقاء. لذلك في سياق آيات الإنفاق في سبيل الله يأتي قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، قضية المال، والمال بلا علم وإيمان يضل صاحبه، والمال بلا علم وإيمان لا تدري أين يهوي بصاحبه. لذلك إذا نحن رجعنا إلى النصوص القرآنية أو السنة النبوية لندرك خطورة المال وما هو المنهج في التعامل مع المال، لنرى أن مقومات الحياة كلها تقوم على ثلاثة أركان: العلم، القوة، المال. ولكن حتى يكون كل ذلك صحيحا ومسددا لا بد أن يكون في ظلال العبودية الخالصة لله سبحانه. انظر إلى قوله تعالى وهو يحدثنا عن طالوت: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم، الجسم، القوة، وهنالك ذكر المال. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إذا اختل ركن من هذه الأركان اختلت الحياة. فتصور عندما يكون علم وقوة لكن لا مال لا تتحرك، عندما يكون هنالك مال لكن لا قوة تحميه لا فائدة من ذلك، عندما يكون هنالك مال لكن لا علم يحركه تحريكا صحيحا يعود وبالا على صاحبه والشر لأهله. لذلك لا بد من الإخلاص والصدق مع الله في ذلك ليكون كل ذلك في ظلال العبودية لله. من هنا كان أشد أنواع التحذير كما في صحيح الإمام مسلم: ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم، منفق، مجاهد. منفق قضية المال، العالم، العلم، المال والاقتصاد.
إذا لم يخلص في ذلك لله ويكون حركة المال والعلم والقوة كلها في ظلال العبودية لله، هنا تختل الحياة. وإذا وجد بعضها دون أن يكمل الآخر فلم يوجه التوجيه الصحيح تختل الحياة إذا لم يخلص هؤلاء لله سبحانه وتعالى. ومن هنا أخطر الصراعات، كيف نوجه هذا المال توجيها صحيحا فنضعه في حله بعد أن نأخذه في حله ونقوم بحقه ونؤدي الحقوق التي عليه فلا نكون من الكانزين، بل نوجه هذا المال لبناء الأمة ولخير الأمة ولخير الإنسانية عبودية لله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هل نوجه هذا المال لبناء الأمة ولخير الإنسانية فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وهل نقوم بحق هذا المال شكرا؟ واعملوا آل داود شكرا. لذلك كان هذا الثناء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لخصوصيات قامت في أبي بكر، ومن أعظم هذه الخصوصيات التي قامت بأبي بكر رضي الله عنه أنه جعل كل ماله في سبيل الله، فسير ووجه هذا المال كيف يكون نصرة للحق وفي سبيل الله ولخير هذا الدين والإنسانية جميعا. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر في صحبته وماله أبا بكر. ولذلك يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وهكذا نشعر كيف نحقق شكر هذه النعم لله سبحانه. فكان من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله الجهاد بالمال، ليذكر الجهاد بالمال والنفس 9 مرات في كتاب الله. في هذه المرات 9 يقدم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. فيأتي التحريض الرباني والتحذير في آن معا عندما يقول سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون. إذا كان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فما بالنا معاشر المؤمنين لا ننفق أموالنا في نصرة الحق؟ فما بالنا معاشر المؤمنين، وسنرى ماذا يعطي الله المؤمنين، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فكيف يكون الله معنا شاكرا؟ سنرى عظم ذلك. فإذا كان الكافرون ينصرون باطلهم بكثرة الإنفاق في باطلهم، فما بال المؤمنين إذن؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. هنا يتمايز الإيمان الحق من الكفر والباطل، هنا يتمايز الصدق مع الله من النفاق وغير ذلك من سيء الأخلاق، ليميز الله الخبيث من الطيب. ومن ثم نجد أن من علامات التطهر الحق من النفاق الإنفاق. التطهر الحق من النفاق كل أشكاله الإنفاق في سبيل الله، لأن شأن المنافقين كما ذكر سبحانه في سورة المنافقون: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا.
يحاربوننا، يحاربون الأمة بكل قرش. فإذا هل تستطيع الأمة أن توجه ما لها لنصرة الحق وأن تضعه في موضعه الصحيح إخلاصا وعبودية لله وأداء زكاتها وصدقاتها في مكانها؟ ولذلك في ختام سورة المنافقون ليكون التطهير من النفاق يأتي قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أنت الآن في الأجل، أنت الآن ونحن الآن في الفسحة وفي حقيقة الأمل، فلماذا ننتظر؟ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإذا كان الكافرون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ألا تكون تجارتنا مع الله؟ فعجبا للإنسان لو كان تاجرا فقيل إنه تاجر ناجح، إنه يربح 20%، آخر أكثر نجاحا إنه يستطيع أن يحصل 50% من رأس المال أرباحا، أعظم نجاحا إنه يستطيع أن يربح 100%. فأين كل هذا من تجارتنا مع الله التي يردها عليك 700 ضعف؟ أم نحن لا نصدق؟ عندما يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن أكثر من 700 ضعف أيضا، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نبحث عن تحصين لأمننا، نبحث عن تحصين لمجتمعاتنا، لأولادنا، لمستقبلنا، هنا يكون التحصين الحق بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ قطعا لا يريد أحد ذلك، لا يريد أحد في مثل هذه اللحظة العصيبة أن كل ما ادخره لأبنائه وذريته فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، بل يريد نماء ودواما فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نريد تزكية وتطهيرا لهذه النفس ولهذا المجتمع من الغل والحسد والحقد والتنافس بالباطل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا يتجلى حقيقة الإيمان عندما يقول سبحانه في سياق آيات الإنفاق: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يوسوس لنا إنك إن أنفقت نقص مالك، كيف تنفق وتترك ذريتك؟ إنك إن أنفقت كان وكان. فيعدكم بالفحشاء وهو البخل والإمساك. ها هنا الشيطان يعدكم الفقر، أي يتوعدكم بالفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم وعدا جميلا طيبا عظيما من الله وعطاء وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهنا لا بد أن نتخلق بأخلاقيات الإيمان في الإنفاق، أخلاقيات الإيمان عندما تجليها سورة البقرة في آيات الإنفاق: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم تمضي بين الآيات ليقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
من طيبات ما كسبتم، لا من مخلفات ما كسبنا، لا من أرض، لا لا لا، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لو كان لك حق عند الآخر لا تقبل ذلك، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، أنفقت فمن مال الله، غني أنفقت فخزائنه ملأى سبحانه، غني، ولأنه غني وخزائنه ملأى جل جلاله حميد شاكر. فإذا كنت أنت قد شكرت الله ببعض مالك فيرده عليك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا في الدنيا، فماذا عن الآخرة؟ فمن أشد حمدا لك من الله؟ فكيف لا نحمد الله؟ فمن أشد شكرا، من أعظم شكرا من الله؟ فكيف لا نشكر الله؟ لنتحقق بحقائق الإيمان وحقائق الارتقاء وحقائق العبودية لله. أين نأخذ، من أين نأخذ هذا المال، وأين نضع هذا المال، وكيف نوجه هذا المال عبودية وشكرا لله تعالى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.